بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، الأربعاء الموافق 7 شباط 2024. قرار: إقرار التقرير السنوي لمراحل تقدم العمل للبرنامج الحكومي وإحالته إلى مجلس النواب استناداً إلى المادة 38 أولاً من النظام الداخلي لمجلس الوزراء، مع الأخذ بالتعديلات التي طرحت خلال الجلسة. قرار: إلزام وزارة المالية بالعدد الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم 378 لسنة 2021 فيما يخص تثبيت عقود منتسبي وزارة الكهرباء. قرار: الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الصحة المؤرخ في 1 شباط 2024 بشأن حملة التلقيح بلقاح الحصبة المختلطة، مع إضافة مبلغ إلى إقليم كردستان العراق بحسب نسبة الإقليم المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية. قرار: إقرار توصيات محضر الاجتماع 36 للجنة الأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018 بشأن وضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشاريع المستشفيات العامة المثبتة في كتاب وزارة التخطيط بتأريخ 1 شباط 2024، والموافقة على ما جاء في طلب وزارة التخطيط بكتابها في 5 شباط 2024. قرار: الموافقة على تعديل البند ثانياً الفقرتين 1 و2 من قرار مجلس الوزراء المرقم 24042 لسنة 2024 بشأن مشروع وتأهيل وتوسعة مداخل بغداد الأربعة ليصبح بحسب الآتي: 1. الموافقة على رأي الجهة الاستشارية المثبت في ثانياً من كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 1 شباط 2023 فيما يتعلق بعدم تجزئة الأعمال المطلوبة بأوامر الغيار الخاصة بمدخلي بغداد أبو غريب بغداد بعقوبة، كونها أعمالاً متداخلة مع أعمال المقاولة الأصلية ويتطلب تنفيذها بمرحلة واحدة. 2. الإبقاء على الفقرات 1، 3، 4، 5، و6 من قرار مجلس الوزراء المرقم 24042 لسنة 2024. قرار: الموافقة على ما يأتي: 1. الاستثناء من معايير تأهيل الشركات العالمية لجولات التراخيص والمعايير المثبتة في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 3 آب 2023. 2. تخويل وزارة النفط صلاحية التفاوض على وفق أسلوب العرض الوحيد استثناء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفاً صحة الإجراءات التعاقدية وسلامتها ودقتها. قرار: الموافقة على دعوة شركة غاز بروم بأسلوب العرض الواحد لتنفيذ مشروع التطوير المتكامل لحقل الناصرية استثناءً من مبررات المادة 3 6 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والوثائق القياسية الملحقة بها، وتتحمل وزارة النفط صحة وسلامة ودقة الإجراءات التعاقدية. قرار: الموافقة على ما يأتي: 1. زيادة نسبة الاحتياط لمقاولة إكمال بناء مستشفى تشبايش العام 100 سرير المرحلة الثانية برنامج إنعاش الأهوار بنسبة 11.44% بعد التقريب لتصبح
178.33% بدلاً من 166.89%. 2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع إكمال بناء مستشفى تشبايش العام 100 سرير المرحلة الثانية برنامج إنعاش الأهوار بمقدار 883 مليون دينار، بعد التقريب لتصبح 28.315 مليون دينار بعد التقريب، بدلاً من 27.432 مليون دينار، وبنسبة زيادة 3.22% بعد التقريب على الكلفة الكلية المعدلة، وبنسبة زيادة 194.15% بعد التقريب على الكلفة الكلية المقرة. 3. تتحمل وزارة الصحة دقة وصحة البيانات والمعلومات المرسلة إلى وزارة التخطيط، وتتحمل اللجان المختصة في وزارة الصحة المسؤولية عن الأسعار والمواصفات الواردة في كشف أمر الغيار المطلوب الذي تم تزويد وزارة التخطيط به كونها الجهة المختصة بذلك، كما تتحمل المسؤولية على تكرار إصدار أوامر الغيار للمشروع وعدم الدقة في تحديد الاحتياجات الفعلية وإعداد الكشوفات وفقاً لذلك، إضافة إلى تحملها المسؤولية عن تضمين فقرات تشغيلية ضمن الكشف الذي تم تزويد وزارة التخطيط به. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مراكز طبية للأورام السرطانية وأمراض القلب بمقدار 5,635,685,970 دينارا لتصبح بمقدار 21,840,075,590 دينارا بدلا من 16,204,389,620 دينارا، أي بنسبة زيادة مقدارها 34.77%. 2. زيادة نسبة الاحتياط للمشروع المثبتة تفاصيله في كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد 4-6 إلى 2776 المؤرخ في 22 كانون الثاني 2024 لتصبح بمقدار 48.3% بدلاً من 8.86%. 3. تثبيت المخالفة على محافظة ديالى المتضمنة إصدار أوامر غيار دون وجود سقف مالي ضمن الكلفة الكلية المرصودة للمشروع. 4. التأكيد على محافظة ديالى ضرورة الاهتمام بالمخططات والتصاميم عند إعداد مشاريع مماثلة مستقبلاً لتفادي أوامر الغيار. 5. تتحمل محافظة ديالى صحة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المأخوذة من قبلها على وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. زيادة الكلفة الكلية لمشروع بناء مستشفى 50 سريراً في محافظة ديالى مندلي بمقدار 4,869,978,650 ديناراً لتصبح بمقدار 19,317,266,100 ديناراً بدلاً من 14,447,287,450 ديناراً بنسبة زيادة مقدارها 33.70% من الكلفة الكلية. 2. زيادة نسبة الاحتياط لمشروع بناء مستشفى 50 سريراً في محافظة ديالى مندلي المثبتة تفاصيله في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 22 كانون الثاني 2024
لتصبح بمقدار 44.73% بدلاً من 10%. 3. التأكيد على محافظة ديالى الاهتمام بالمخططات والتصاميم عند إعداد مشاريع مماثلة مستقبلاً لتفادي أوامر الغيار. 4. تتحمل محافظة ديالى صحة البيانات المقدمة إلى وزارة التخطيط والإجراءات المتخذة من قبلها وفق الصلاحيات والتعليمات النافذة. قرار الموافقة على مقترح المجلس الدوائي المؤلف بموجب الفقرة 3 من قرار مجلس الوزراء المرقم 23151 لسنة 2023 بشأن تطبيق القرار المذكور آنفاً من المصانع ليكون بحسب الآتي: 1. بالنسبة للمصانع الوطنية الأهلية التي هي تحت تصنيف سي تعطى مهلة لنهاية شهر آب 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى. 2. بالنسبة للمصانع الوطنية الحكومية التي هي تحت تصنيف سي شركتا سامراء وآكاي تعطى مهلة لنهاية شهر كانون الأول 2024 للارتقاء والوصول إلى تصنيف أعلى. 3. بالنسبة للوصول إلى CGMP يؤخذ تعهد لجميع المصانع بتطبيق متطلبات CGMP لنهاية عام 2025 وعدم منح التجديد لأي مصنع لا يتم الموافقة على اعتماد CGMP له. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة مشروع تطوير وتبليط جانبي الذهاب والإياب لمدخل كوت ميسان بطول 6 كيلومتر مع تنفيذ خطوط ناقلة لمجاري مياه الأمطار ومحطة رفع وإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في قضاء الكوت، لكون الأعمال المطلوبة هي أعمالاً مكملة للعقد الأصلي، لتكون نسبة الزيادة على مبلغ الاحتياط المرصد 50.62% لتصبح 53.10% بدلاً من 2.48% بعد أن تم استنفاذ جزء من الاحتياط المرصد أثناء الإحالة. 2. زيادة الكلفة الكلية للمكون والمشروع الرئيسي 18,686,475,356 ديناراً بنسبة 14.65% لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس 146,221,448,900 ديناراً بدلاً من 127,534,973,943,544 ديناراً. 3. تتحمل محافظة واسط مسؤولية ودقة وصحة البيانات والأوليات المرسلة إلى وزارة التخطيط. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. استحداث مكون الأعمال التكميلية لإنشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة في ضمن مشروع إنشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة بكلفة كلية مقدارها 43,361,361,100 ديناراً بضمنها مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة. 2. استحداث مكون الأعمال التكميلية لإنشاء مجمع إصلاح في الديوانية في ضمن مشروع إنشاء مجمع إصلاح في الديوانية بكلفة كلية مقدارها 41,995,088,065 ديناراً بضمنها مبلغ الاحتياط والإشراف والمراقبة. 3.
زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مجمع إصلاحي بالمنطقة الجنوبية في البصرة بمقدار 18 مليار و114 مليون ديناراً بعد التقريب، لتصبح بمقدار 48 مليار و114 مليون ديناراً بعد التقريب، بدلاً من 30 مليار دينار بنسبة زيادة 60.38% على الكلفة الكلية للمشروع. 4. زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مجمع إصلاحي في الديوانية بمقدار 15 مليار و787 مليون ديناراً بعد التقريب، لتصبح بمقدار 45 مليار و787 مليون ديناراً بعد التقريب، بدلاً من 30 مليار دينار بنسبة زيادة 52.62% على الكلفة الكلية للمشروع. 5. تتحمل وزارة العدل دقة وصحة البيانات والمعلومات التي تم تزويد وزارة التخطيط بها، وتتحمل الجهة التي أعدت ودققت ولجان التسعير لجداول الكميات مسؤولية الأسعار والمواصفات الواردة في جداول الكميات. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. استحداث مكون الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء أقسام داخلية ميم 2 بكلفة كلية مقدارها 16 مليار 672 مليون و417 ألف و300 ديناراً في ضمن مشروع إنشاء أقسام داخلية ميم 2 المبين في الموازنة الاستثمارية لعام 2023 لجامعة ذي قار. 2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع المذكور آنفاً لتصبح 17 مليار و764 مليون 539 ألف و355 ديناراً بدلاً من 10 مليار و960 مليون ديناراً وبنسبة زيادة 62.1% بعد التقريب على الكلفة الكلية المخفضة. 3. تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صحة ودقة البيانات والمعلومات كافة المقدمة إلى وزارة التخطيط. قرار الموافقة على ما يأتي: 1. زيادة نسبة الاحتياط للمقاولة مشروع إنشاء تقاطع الزهراء في محافظة النجف الأشرف بمقدار 31.17% لتصبح 84.76% بدلاً من النسبة المعدلة سابقاً البالغة 53.58%. 2. زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس لتصبح بمقدار 63 مليار و684 مليون و917 ألف ديناراً بدلاً من 53 مليار و166 مليون و360 ألف ديناراً وبنسبة زيادة 19.78% من الكلفة الكلية. 3. تتحمل محافظة النجف الأشرف المسؤولية الكاملة عن الفقرات المستحدثة المضافة إلى الكشف الأصلي ومبالغ الزيادة على الكلف المقرة للمشروع. قرار الموافقة على زيادة كلفة العقد بمبلغ 11 مليار و598 مليون ديناراً لتصبح كلفة العقد 32 مليار و585 مليون ديناراً بدلاً من 20 مليار و987 مليون ديناراً للمكون تجهيز متنقلات 33 إلى 132 كيلو فولت سعة 63 NVA مع مواد احتياطية عدد 7 بنسبة زيادة 55.26%، وهذا يتطلب زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس تجهيز مواد لدعم نقل الطاقة الكهربائية في البصرة عدد 8
المدرج أزاء التبويب 3 إلى 47 إلى 1 إلى 2 إلى 12 إلى 5 إلى 23 بمبلغ 9,904,610,000 دينارا، لتصبح الكلفة الكلية 67,450,610,000 دينارا بدلا من 57,546,000,000 دينارا. شريط التوفر التخصيص المالي بكامل مبلغ العقد من محافظة البصرة لضمان التنفيذ في المدة المحددة وإنجاز المشروع. قرار الموافقة على فتح ملحقية تجارية في القارة الأفريقية تأخذ مقرا لها في جمهورية جنوب أفريقيا استنادا إلى أحكام الدستور وتعليمات تشكيلات وزارة التجارة ومهامها 2 لسنة 2014. قرار الموافقة على إصدار نظام التعديل الرابع لنظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات رقم 3 لسنة 1999 الذي دققه مجلس الدولة استناداً إلى أحكام البند أولاً من المادة 220 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وأحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. شكراً.